اللي فاتت كنا معاكم وانتوا في الافتتاح صح؟ مظبوط. يعني يا دوبك بنقول ايه؟ يا دوب عدى علينا سنة. عدى علينا سنة. حقنا ايه؟ اشتغلنا على الكواليتي، عملنا اوديت ولايف اوديت عشان كوفيد 19 ما كانش كان من منع الناس كلها من السفر العملاء، فعملنا لايف اوديت وعملنا فيديوهات زي الفيديوهات دي، بنحس ان احنا نعرف نفسنا كويس قوي للعملاء اللي بره، والحمد لله قدرنا نمضي عقود بكميات كبيره، قدرنا ناخذ بيها اسواق اوروبا، وفتحنا سوق في استراليا وتشاينا ويو اس اي، فالحمد لله. يعني بالنسبه دي بتبقى عينات بتسافر ولا ايه بالظبط؟ في الاول سامبلز بتسافر، وبعد كده بيجي عليها ابروفل بنبدا نشتغل. عندنا ايه جديد خضار؟ احنا الحمد لله ممكن نقول ان احنا متميزين في الورقيات، لان احنا عندنا خط بلانشر، اكبر خط بلانشر في الشرق الاوسط، وده بيدي سن الطبخ كده للحاجه. سن الطبخ للحاجه وتعقيم وتطهير سواء للملوخيه او السبانخ او ورق العنب، دي تعتبر اد فاليو عندنا في المصنع. وبعد كده الباكينج بتاعها بيكون اوتوماتيك من غير ما تلمسه اي ايد. الحاجه اللي عندنا المهمه جدا اللاب اللي هو المعمل اللي عندنا مجهز بكل الامكانيات بتحليله بكل حاجه وحصل على شهادته، فده اعتبره ميزه. عجباني فكره البلاطه بتاعه البابا غنوج، بتنجانيه بنشويها ونجمدها ندخلها فروزن خلاص نسافر للعالم كله. يا دوبك اهرسها احط عليها التوم والطحينه وتبقى احلى بابا غنوج. احلى معروف في العالم البابا غنوج، معروف معروف ودايما بيطلب مننا دايما من الجلف. مظبوط. يعني الشركات العالميه ولا سوبر ماركت اللي بيبقى طالبه؟ تقريبا الشركات اللي بتبقى شغاله في الفود سيرفيس بتاعه المطاعم والحاجات دي هي اللي بتطلب دايما بابا غنوج. يعني هو مطلوب البتنجان ده عالميا؟ مطلوب جدا. معروف فين اكتر دول عارفاه؟ الدول الخليج والمانيا برضو بتاخد بابا غنوج، لان هو الفود سيرفيس لكل الجاليات العربيه اللي في كل الدول.